اتمنى لمؤتمركم هذا النجاح والتوفيق باسم هيئه الدار البيضاء فدراليه اليسار الديمقراطي. هذه الفدراليه كما تعلمون للدار البيضاء تعتبر نموذجا في العمل الفدرالي على مستوى الوطني. وسأذكر المؤتمرين بالعمل الذي نقوم به في الدار البيضاء كي يتبين ما نقوم به من اجل مجهود جبار للوصول الى ما نصل اليه من اندماج حقيقي بين المكونات الثلاث وبين ثم تتعرفوا بان الحزب الاشتراكي الموحد ومعه الاحزاب ديال الفدرالية اليسار حاملين مشروع بديل لهذا الوطن من اجل الديمقراطيه الشامله، من اجل التنميه الشامله، من اجل تحقيق العداله الاجتماعيه. اذا كل محطه اللي كيكون فيها واحد المؤتمر جهوي هي محطه نضاليه كتقربنا الى المحطه الحاسمه ديال الوحده ديال اليسار والانفتاح ديالو على الفعاليات باش نخلقوا واحد ميزان قوى جديد لصالح البناء الديمقراطي باش نهيو مع الفساد ونهيو على مع يعني النخب الفاسده اللي غالبا ما تكون غير كفؤه. اذا احنا عندنا واحد المشروع اللي هو كبير وهذه محطه نضاليه تقربنا من تحقيق هذا المشروع الوحدوي الكبير من اجل يعني بناء المغرب الديمقراطي المتقدم اللي كتسود فيه بطبيعه الحال العداله الاجتماعيه والمواطنه الكامله والمساواه. والانتخابات في الحقيقه هي محطه من المحطات اللي هي مهمه، ولكن احنا بغينا انتخابات في بلادنا انها تمر يعني بشكل مغاير. كنشوف واحد العدد ديال الاحزاب اللي هي مشاركه في الحكومه الهم الوحيد ديالها هو انها توجد راسها من انتخابات لانتخابات وتنسى البرنامج وتنسى هذا الشعب وتنسى طموحاته واحتجاجاته ولا تجيب عليها. ولهذا احنا بالنسبه لنا الاعداد الانتخابات راه واحد المساله اللي هي داخله في الصيروره ديال العمل ديالنا، ولكن ماشي هي الهدف الوحيد. ولو اننا هذه مناسبه كنقولوا للمغاربه تسجلوا في اللوائح، كنقولوا للمغاربه اختاروا الناس اللي هما نزهاء، وكنقولوا لهم بان العرض الذي تتقدموا به اليوم فدرالية اليسار الديمقراطي هو عرض متميز ويشكل بالفعل البديل القادر على إخراج المغرب من هذه الأزمة المركبة اللي كيعرفها، والقادر على بناء المغرب يعني وضع المغرب على السكة ديال الديمقراطية، ونخرجوا احنا من التبعية ونخرجوا من التخلف ونأمنوا بلادنا ونمنعوها باش ما يمكن باش هذه الأطماع التي توجهوا للصحراء ديالنا ما تكونش أننا ننتصر، لأن المدخل كله ديال التنمية هو مدخل ديمو ديمقراطي اللي خصنا نفكروا كيفاش نبنيو الدوله القويه بمؤسساتها والديمقراطيه، وكيفاش يمكن لنا ناسسوا المجتمع الديمقراطي اللي كتسود فيه العداله الاجتماعيه. حنا غادي نتقدموا بواحد العدد ديال المقترحات بخصوص تغيير يعني الميثاق ديال الانتخابات، تغيير القوانين ديال الاحزاب، من واحد العدد ديال المقترحات كذلك من اجل ضمان انتخابات حره ونزيهه اللي يمكن يكون فيها بالفعل تباري حول مشاريع مجتمعيه، وانه يكون يعني الاسبقيه للافضل. نخرجوا من هذه المتاهات، نخرجوا من السيناريوهات المسبقه، نخرجوا من القطبيه المزيفه باش يمكن نحترموا بالفعل الاراده الشعبيه.